كلنا عارفين من زمان، والدولة عارفاه، والمسؤولين عارفينه من زمان، لكن خليني أقول إن الملف ده مسكوت عنه، محدش عايز يقرب له، محدش عايز يتكلم فيه. ليه دلوقتي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا ان انا اكون معاكم اليوم. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نتناول الموضوع بطريقه بحيث ان احنا نستفيد كلنا منه، وخاصه المواطن اللي هو الشريك معنا لازم يستفيد من هذا الامر ويبقى عارف ايه الموضوع. الكهرباء اللي بتجي لنا وراها يعني محطات كهرباء وبترول واستيراد ومحطات بالعملة الأجنبية وفريق عمل كبير جدا بيشتغل علشان يوصل كهرباء للمواطن. فمش معقول بقى ان كمان بعد الجهد ده كله يجي واحد يستولى بطريقة غير قانونية على التيار الكهربي، بينما الآخر اللي بيبقى موصل قانوني هو اللي بيدفع. فإحنا عاوزين نقول علشان يبقى في استدامة وفي استمرارية لمرفق الكهرباء وصناعة الكهرباء، إن إحنا دي الحالة، وإن إحنا لابد إن إحنا نتعاون مع بعض. زي ما حضرتك قلتي، سرقة التيار الكهربي مش النهاردة، ده من أول ما بقى فيه كهرباء، ومن أول ما بقى فيه يعني ناس بتستخدم الطاقة الكهربية، في وصلات مخالفة، وفي شرطة كهرباء بتمر عليهم، وفي بعد كده طلبنا بأن يبقى في ضبطية قضائية، وبقى في ناس تروح تمر وتمسك. طب ليه إحنا متأخرين في حل المشكلة؟ هل احنا ما عندناش الامكانيات لحل المشكله دي، ولا ما كانش في حصر لحجم السرقات، ولا ايه؟ الحصر موجود من داي وان، معروف بالظبط. بالظبط بالارقام عندي كام محضر اتعمل في هذا الشهر، وانا معايا من 2015، يعني ان كان الموضوع ده كان بيجيني يعني بواقع انا كنت مسؤول عن عده ملفات. فكان عندنا ايه عدد المخالفات اللي كانت موجوده، سرقات تيار كهربي، وايه الغرامات اللي اتحطت عليها، وقيمه كل غرامه قد ايه، وقيمه السرقه قد ايه، ويجمع الاثنين مع بعض، ودي مليارات. حضرتك انت بتقولي يعني في المتوسط 15 مليار سنويا، انا بقول لحضرتك انه كمان اكتر من كده، كمان اكتر من كده. احنا كميه الفقد الكهربي بشكل عام في مصر بتوصل الى متوسط 22%. فانت عندك يعني نقول خمس او ربع الكهرباء اللي احنا بنولدها بتروح فقد. الفقد بقى فيه فقد فني نتيجة للمحولات والكابلات ومرور وعدم اتزان الطاقة أو التيار، ده فقد فني، وده يعني مكرها أخاك لا بطل، لكن برضو له حدود، وده بيبقى فيه حدود من 5 إلى 9%. طب بقية ال 22% فين؟ هنا بقى السرقة. خلينا نبقى نقولها بتعبير ألطف، يعني هو الاستيلاء على الطاقة الكهربائية بشكل غير قانوني. وليه عايز تحسنها؟ هي سرقة التيار الكهربائي، هي الناس بتسرق، ليه نحسنها يعني؟ جهاز تنظيم المرفق لما بيصدر قرار أيوة بيقول كده الاستيلاء على الطاقة الكهربائية بدون وجه حق.